المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، ربما يعني ربما ننجح وناخد منه بعض التفاصيل. برحب بيك يا سيادة المستشار. اهلا بيك يا فندم. اخبارنا ايه في الصفقة دي يا فندم؟ يعني فندم كما اعلنت حضرتك ان شاء الله وكما اوضحنا في البيان ان شاء الله الصفقة تم الموافقة عليها اليوم من مجلس الوزراء طبقا للاجراءات المتبعة. ان شاء الله الاعلان الكامل عن الصفقة وكافة تفاصيلها سيتم قريبا جدا بمجرد توقيعها. بنأكد لحضرتك انه الصفقة يعني لا داعي للاستماع لاي تشكيك، الصفقة تم الموافقة عليها اليوم بالفعل، وبالتالي ان شاء الله الصفقة البيان اليوم بيأتي للتأكيد على انه الصفقة هي عبارة عن شراكة استثمارية مع كيانات كبرى من قبل الدولة المصرية بتهدف لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وبتهدف أيضا لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين المصريين، وأيضا استفادة أو مشاركة الشركات والمصانع المصرية في تنفيذ تلك الصفقة التي سوف تأتي في إطار مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة. طيب احنا في، هل هي في المجال العمراني، في مجال العقارات، يعني في انشاء مصانع، يعني بالضبط هي فين اتجاهها، فين الصفقة؟ يعني هي بتاتي في اطار مخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية. كافة تفاصيل الصفقة سوف يتم الاعلان عنها كما ذكرت يعني خلال قريبا جدا. وايضا هي يعني المشروع هو مشروع شامل، تنموي شامل، وليس قاصرا على مجال بعينه، هو مشروع تنموي شامل. يعني بتستفيد كما ذكرت منه العديد من الشركات والمصانع المصرية، وأيضا الصفقة يعني هي صفقة تعد بحق هي مشروع قومي سوف تستفيد منه الأجيال المقبلة. هي يعني لو قلت لحضرتك مثلا، هل قيمتها تتراوح ما بين 20 ل 30 مليار زي ما بيقال؟ يعني خلينا استاذ جابر، يعني لا يجوز الاعلان عن الصفقه قبل توقيعها كما تعلم حضرتك، فيعني ان شاء الله كل طيب هيعلن عليها قبل رمضان؟ ان شاء الله، يعني ان شاء الله قريبا جدا، ان شاء الله قريبا جدا. والصفقه يعني احب اطمن حضرتك انها كما أوضحنا اليوم هي صفقة كبرى تدر يعني موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وسوف تسهم في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة. طيب في شركات مصرية مع الشركات الأجنبية؟ هي بالأساس يا فندم شركات مصرية سوف تنفذ المشروع إن شاء الله، شركات مصرية كما أوضحنا في البيان، وبالتالي هو استثمار أجنبي مباشر لكنه بيعتمد على السواعد المصرية ويوفر فرص عمل للمواطنين المصريين، فالشركات المصرية هي أساس تنفيذ المشروع إن شاء الله. يعني مش الشركات الأجنبية هي الأساس؟ لا إن شاء الله هو استثمار أجنبي مباشر يعني، لكن تنفيذ المشروع سيتم من خلال الشركات المصرية. طيب من توقعات، هل ده بإذن الله هيساهم في يعني تخفيف حدة الخلل اللي موجود في سوق النقد الأجنبي في مصر؟ أكيد يا فندم، أكيد. يعني البيان اليوم أوضح أنه المشروع سوف يوفر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، سوف يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتجاوزه للتحديات الراهنة، وبيأتي يعني خلينا حضرتك نقول أنه المشروع هو بداية لمشروعات استثمارية كبرى بتهدف إلى ضبط توفير الموارد من النقد الأجنبي، وبالتالي ضبط سوق النقد الأجنبي وسعر الصرف، والعمل على تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التنمية وتجاوز التحديات الراهنة. طيب يعني معناه ان انا بطمن انه المشروع لا يتوقف على الموضوع، مش يتوقف على مشروع واحد، لا يعقبه مشاريع اخرى، يعني نوفر استثمار اجنبي مباشر وبالتالي يساعد على ضبط سوق النقد، وبالتالي هيبقى فيه يعني فرصة لالتقاط الأنفاس في السوق وضبطه، صح كده؟ إن شاء الله، إن شاء الله يا فندم بكل تأكيد. بشكرك سيادة المستشار، شكر جزيل، المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.